ومن دبي ينضم إلينا دكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج. مساء الخير دكتور خالد. وبداية دكتور، يعني النظام القطري يدعي أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تحاصره، وهو ادعاء باطل، فنده معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في لقاء تلفزيوني له على قناة العربية. باعتقادك، يعني ترويج هذه الأكاذيب هل يفيد قطر في هذه الأزمة؟ أنا قلت يا ريت يتعلم وزير خارجية قطر من الدبلوماسية من معالي الشيخ خالد حقيقة، والكلام الدبلوماسي هذا حينما يتحدث وزير خارجية قطر يقول نحن أقل دولة تدعم الإرهاب، وحينما يؤكد للتلفزيون حقيقة القطري بأن يعني ما حدث بين العطية وبين الإرهابي البحريني بأن صحيح وكان في إطار الأزمة، يعني هذا لا أعتقد أنه رجل دبلوماسي يتحدث بهذا الحديث. حقيقة الشيخ خالد دائما نموذج للدبلوماسية، نموذج للدبلوماسية الهادئة، ومحاولة يعني إثناء قطر عن اتجاهها، لا زالت للأسف اليوم قطر تتجه في نفس الاتجاه. وأنا أعتقد بأن تميم ورث يعني للأسف تركة كان بإمكانه أن يحولها ويجيرها لصالحه، وأن يكون مع صف الدول الخليجية، ولكن الضغط الذي ورثه من الإسلام السياسي ومن الحمدين جعل العوبة وجعل للأسف ضحوكة يعني بين الدول العربية، وجعل للأسف يعني في مرمى الإخوان المسلمين وفي مرمى الداعمين للإرهاب. حينما اليوم للأسف قطر تبث هذه الأفلام عبر قناة الجزيرة التي وعبر مخرجيها لتشويه صورة الشيخ محمد بن زايد، حقيقة هذا رمز إماراتي نفتخر به ويفتخر به كل مواطن إماراتي، ما القصد من هذا؟ وأيضا التدخل في شؤوننا الإماراتية الداخلية ومحاولة افتعال أزمات حقيقة بين الإمارات، هذه محاولات كلها للأسف محاولات إيرانية، حاولت إيران أن تقوم بهذا الدور ولم تستطع. اليوم الإمارات العربية المتحدة 46 عام من الاتحاد، أصبح هناك نضج فكري وأصبح هناك نضج وحدوي، وأصبح ابن الإمارات متمسكا بالاتحاد، لا تستطيع قطر ولا غير قطر أن تهزنا قيد الأمم، وكل ما تبث حقيقة. نعم طيب دكتور، التنظيم السري هو كذب ومدعاة للمضحكة. نعم دكتور خالد، يعني ما الذي يمنع قطر من مراجعة مواقفها، يعني بعد سيل الأدلة الدامغة على تورطها في التحريض ودعم الإرهاب، يعني لماذا التدليس، يعني لماذا لا ترضخ؟ لا أعتقد أن قطر من يحكمها هو تميم، وإنما يحكمها جماعة الإخوان المسلمين. وأعتقد أنها تريد أن تكون هكذا هذا النموذج الإرهابي، وحقيقة يعني منذ انقلاب 95 وحتى اليوم كان هذا التوجه. اليوم حينما نرى للأسف التوجه الشاذ لإيران والتحدث يعني عن 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 طريق بري، يعني ما هذا التفكير طريق بري مع إيران؟ يعني أنتم من يربطكم بالطريق البري هو المملكة، إلا إذا كان هناك جسر عائم ستعملوه مع إيران هذه حاجة أخرى، وسنضربه في نفس الوقت وفي نفس اليوم. إذا هذا تعدي على أمن الخليج ومحاولة تعدي على دول المجلس ومحاولة يعني أن تظهر نفسها قطر نفسها أكبر عن حجمها. قطر بإمكانها كانت بثروتها المالية وبالثروة التي تملكها، وأيضا يعني إمكانياتها في البنوك العالمية وفي الشركات العالمية أن تبني إنسان قطري عظيم، أن تستخدم هذه الثروة في التكنولوجيا، أن تستخدمها لبناء الإنسان، أن تساعد الشعوب. ستظل من أفضل الدول العربية والخليجية، ولكن أن تتبنى الإرهاب وتتبنى الفوضى وتتبنى عوائد هذه الأموال حقيقة لصالح تدمير إخوانها والشعوب العربية، هذا طبعا شيء مرفوض من الجميع ومرفوض من الإخوان
في منطقة الخليج ومن الإخوان العرب الذين نعم دكتور نعم اكتملت الفكرة. دكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج، شكرا جزيلا لك.